عم عامر يا اخي جاي للعرس ولا جاي غدوه المباراه السياسيه؟ ايش فيها جاي الواحد العرس جاي صدفه العرس جاي صدفه عملنا تلا وكاو سمير برشا قرارات حاسمه خلت حبينا ندير الشخص يتشكاو شويه جوست انا وسيف ومعناه والجروب الكل راهو الانتصار هذا نهديوه لصاحبنا اخونا امير التيفي نقول له ان شاء الله لاباس كيف كيف امير الحاج مسعود وجوار هذا اللي تضرب سورتو بور امير التيفي خاطر بلاصتو قاعد فارغه برشا Thank you.
سجلت الحمد لله. حب نهدي الهدف هذايا لبرشا عباد بالرسمي ولا ساكت في نوم في اليوسف من البارتيات الاخرين لعبت هذا تاكون هذا فما تاكون من ماركيز وما غزروش النوم في اليوسف كان سبع شهور مطيس مضروب ما غزرولهاش هذيك ونهدي لهم هذا البونت وكا. عودة يوسف الزواوي للترجي اقترنت يعني بانتصار. والله العودة هي الحمد لله معناها كانت بانتصار لكن هذا من نصيب زميلي ماهر انا معناها كنت معاه تدعيمه اليوم الحمد لله المقابلة الثالثة على التوالي انتصار تعتبر هذا بوفيت اكسجين كبير ياسر للترجي التونسي باش التريف هذه شهر وعشر ايام يعيشوا في راحة للمستقبل. أول مرة بصير في كرة القدم التونسية اللي فريق ينسحب من فوز المقابلة. نقول حتى تقلل من قيمة الانتصار. والله إلا قيمة الانتصار انتصار، لكن احنا مهما يكون العلاقة ما بين الترجي ونادي رياض الصفاقس أو العلاقة ما بين الأندية الكل لازم تكون علاقة احترام وأقل منافسة شريفة على مستوى الرياض. اليوم صارت هذه أنا شخصيا ما حبثتهاش. كل صدق ما حبيتهاش ولو ما عادش تهمني الانتصار ما عادش يهمني اكثر ما يهمني معناها الروح الرياضيه والعلاقه اللي تربط ما بين الفريقين. سمير سمير تعتبر روحك طبقت القانون؟ لا الله لا يوصلك سالم يا سمير يا علوك الله لا يوصلك سالم من دارك يا علوك.